اوكي نكمل معكم هلا في الـ في الـ في البارت الثاني تبع هذا المحاضره اللي هو timing of emergence. بهاي المحاضره رح نركز اكثر شيء على الحسابات، رح نتعلم كيف نحسب عمر البيشنت هذا من اسنانه، يعني هذا هيك موضوع جديد وصراحه هيك مشوق شوي، فنركز فيه. هو موضوع كتير سهل، ما بده كتير حفظ، بس بده فهم وانه تعرفوا انتم ايش، يعني ايش الاشي اللي رح تدوروا عليه في الكيس عشان تقدروا تحلوا السؤال. تمام، نبدأ. في عندي هون بهاي المحاضرة برضو جداول كتيرة، الجداول مش للحفظ، الأشياء اللي حكينا للحفظ اللي هي الكونسيكونسز الموجودين بالبارت الأول. فبهاي بهذا البارت الجداول فهموهم عشان تعرفوا إنه لما يجيكم هذا الجدول في الامتحان أنت إيش الإشي اللي راح تدور عليه وراح تاخده، يعني شو القيمة اللي بتلزمك منه بالضبط. تمام، هلا الجدول هذا بيحكي لي عن timing of emergence of permanent teeth in Jordanian. طبعا احنا هون ليش بناخذ في جوردانيا؟ لانه بيكون في عندي انا اختلافات بين الدول، يعني بتكون كل دولة لها اعمار معينة لانه بتختلف حسب البيئة اللي موجودة عندهم، حسب العادات اللي عندهم، فبيختلف ترتيب الاسنان وهيك، بس انه مش الاختلاف الكبير، بس انه يعني بضل في عندي variation. فعشان هيك احنا عاملين ناخذ الجداول اللي بتحكي عن دراسات انعملت في الاردن بالذات. تمام، هلا بهذا الجدول بتشوف انه في عندي انا التايمينج، بس هون عندي يا للانترا ارتش، احنا هي ماخدين ماكسيلري لحال وماخدين مانديبولار لحال، فهون بيكون في عندي كومباين جندر، انه لو اجتكم الكيس مش محدد انه هذا البيشنت في فيميل ولا ميل، فانه بتاخذوا من هذه الكومباين جندر من هذا العمود شيء اسمه اللي هو الميديان ايج. تمام، لو حدد انه ميل بتاخذوا من هذه القراءات، لو حدد لكم انها فيميل بتاخذوا من القراءات اللي هون. طبعا في عندي هون اللي هي timing of emergence is earlier in female due to earlier puberty. لما نطلع عليهم هون هذا اللي هي timing emergence of deciduous teeth برضو in Jordanian نفس المبدا، في عندي هذول اللي هم للميل ان الفيميل، وهذه الكومبايند جندر بتكون، وهذا هيك الترتيب تبعهم. هون في عندي اللي هي sequence of emergence of permanent permanent teeth in Jordanian، بس هذا الجدول هو أهم جدول أصلا بكل المحاضرة، بياخد لي إياهم هون inter arch. تمام، يعني مو محددين كمان انها female ولا male، فهذا عندي اياها انا الانتر ارتش الموجوده هنا، وهنا عم يحكي لي عن الانترا ارتش. اوكي، انترا ارتش اللي ماكسيلري اند مانديبولر، بس مش محدد female ولا male وهيك اشياء، يعني ماخذ زي افريج لهم التنتين. هلا الدنتال ايج، في عندي الكرونولوجيكال ايج. شو هذا الكرونولوجيكال ايج؟ ذا ايج اوف ا هيومن بينج فروم ذا مومنت بينج بورن تو ا جيفن ديت. يعني انا بحدد انا بدي عمر هذا مثلا هذا البيشنت من حد ما انولد للحظة معينة لحدث معين، فهذا الكرونولوجيكال ايج اللي انا بدي اقيسه. لما احكي عن دنتال ايج استيميشن، انه انا زي كانه بدي اعمل استيميشن للكرونولوجيكال ايج لهذا البيشنت من خلال اسنانه. تمام، في استيميتنج ذا ايج اوف ا ليفينج سبجكت باي اسسمنت اوف توث ديفلوبمنت اند ريبريزنت ان استيميت اوف كرونولوجيكال ايج. تمام، فانا راح اتنبأ من عمر بعمر المريض هذا من الاسنان تبعته. هسا why do we need a dental age estimation؟ ليش انا رح احتاج، يعني شو هالاهمية تبعته؟ اول وحدة انه تستابلش identity في الحالات الحوادث الكوارث، يعني ناس مثلا ما بدي اتعرف على هذا البيشنت، بدي اعرف كم عمره، ما كان في عندي طريقة تانية اعرف فيها العمر الا مثلا الاسنان، فهي برضو بتكون انه effective procedure اني استخدمها. يعني هاي الأشياء. وتاني واحدة إنه non-existence أو unreliable documentation of the birth date، يعني مثلاً طفل ما تسجل بوقت الولادة وبدي أعرف أنا يعني أدى عمره، ما مثلاً patient ما بحالات الكوارث ما معه شهادة ميلاد، ما معه إشي، بدي أقدر أنا أحدد عمر هذا المريض أدى بدي يكون، فبستعين بال tooth development عنده عشان أحدد العمر تبعه. تمام، فهو يعني حاليا عم ياخذ هذا التطبيق، يعني عم ياخذ مجال واسع صراحه، ويعني هو شيء هيك انترستينج يعني نوعا ما. هلا المينز اوف انفستيجيشن، يعني انا كيف راح استعين يعني كيف بدي اعرف انا تو ديفلوبمنت، شو الاشياء اللي بحتاجها عشان احدد انا تو ديفلوبمنت كونسيكونسز واعرف استخدمها في شو اسمه قياس الاعمار تبعت البيشنت. اول وحده انه كلينيكال اكزامينيشن، انه عادي انا شايف المريض قدامي، شايف الاسنان اللي طالع عنده بالاورال كافيتي، بحدد ايش الاسنان اللي طالعه. اوكي، فهون عندي كلينيكال اكزامينيشن، انه انا شايف البيشنت طبيعي قدامي وبس عم بشوف الاسنان اللي موجوده عنده بالاورال كافيتي جوا العظم، انا ما بعرف ايش فيه. في عندي البوست مورتم اكزامينيشن، هي بتكون افتر ديث، انه بضل في عندي انا السكال
تبعت هذا ال تبعت هذا البيشنت، الطب الشرعي ممكن يستخدموا هذه الشغلة بأنهم يعرفوا قد ايه عمر هذا الطفل من الجثة تبعته يعني، او هو هذا البيشنت مش شرط طفل. في عند الموديل كاست مثلا بيشنت ما بعرف قد ايه عمره، كان صدفة انه هو مثلا قبل فترة عامل مثلا دنشر او عامل هذا اورثودنتيك تريتمنت، فبهاي الحالة انه بكونوا عاملين ستادي موديل اصلا لإلهم عشان يقارنوا الاسنان وياخذوا امبريشن وياخذوا ابصر شو، فبكون انا قادر اخذ انه عارفة ايش الاسنان الموجودين بهذا الستادي موديل وبستعين فيها بال age estimation. واخر اشي اللي هي الاكس راي، الاكس راي عادة بيكون يعني الاو بي جي هي الاكثر وحدة مفيدة اللي هي بانوراميك راديوغراف، لانه بتكون بين كل الاسنان عندي سواء كان يعني برايمري او بيرمننت، كلهم بيكونوا طالعين بصورة واحدة. في عندي صور تانية بس هي الاكثر وحدة افكتيف بهاي الحالة هي الاو بي جي البانوراما، لانه بتكون كل الاسنان واضحة فيه بصورة واحدة. تمام، فعندي هدول المودلز والاكس راي. مثلا بيشنت برضو ما يعني ما قدرت اعرف ايش عمره، صدفة انه هو قبل فترة مثلا عامل بانوراميك راديوغراف كان عاملها، فبقدر استعين فيها عشان احدد العمر تبعه. هلا detectable event into development there is things into development I am going to detect it in order to make the age estimation. يعني في عندي اشياءات معينة انا راح ابحث عنها في ال بالتوث ديفلوبمنت عشان تساعدني باني انا اعرف قد ايش عمر المريض هذا. يعني ما راح اكون هيك انا شايفة يعني حيجيني انا مريض عنده اسنان بدي اعرف على ايش ادور، شو الاشياءات اللي انا بتلزمني اعرفها عشان اقدر انا اطلع الايج. تمام، فهاي الاشياءات اللي احنا بدنا نعرفها. اول وحده عندي اياها هي ال first evidence of calcification is when the first part of the cusp start to calcify. طبعا هاي الاشياء هذه ال first evidence of calcification وين بقدر اشوفها، وين بقدر استعين فيها؟ لما يكون عندي مثلا صوره راديوجراف، لما يكون في عندي ممكن السكال بعد بوست مورتم اكزامينيشن، في عندي الكراون كومبليشن، وفي عندي التوث ايمرجنس، الاوكلوزال كونتاكت، الروت كومبليشن. هاي الاشياء اللي ممكن انا استعين فيها كاحداث بارزه ومهمه باني اعرف انا ايش عمر المريض هذا. تمام، هلا this picture shows the crown stages and after the crown completed the root stage begins. هذه عندي اياها انا للكراون، هذه الرموز كلها رح نعرف ايش الاشي اللي بتدل عليه. هلا لتحت بس انه طلع على الصور، شوفوا كيف الديفلوبمنت تبعها، وحكينا انه انا الروت فورميشن ما بيبدا الا بعد ما يصير في عندي انا crown completion، بس يكتمل التاج تبع السن الكراون ببلش عندي انا الروت انه يتكون. هلا بهذه الصوره لسه مفصله اكثر شو اسمها يعني بالتفصيل اكثر، هون يعني محدد لي انها انسايزر كاناين بريمولر والمولر. طبعا ليش مقسمها بهذا الاختلاف؟ لانه احنا بنعرف ان الانسايزر كاناين اند بريمولر عباره عن سنجل روتد توث، بس المولرز بيكونوا مالتي روتد تيث. هون ممكن اللي هو الابر فيرست مولر انه ممكن يكون في عنده تو روتس، بس هو غالبا بيكون شو اسمه وان روت. تمام، هذا الاشي الموست كومون. يعني هلا هون بحكي لي incremental staging chart for permanent single and multi-rooted teeth. في عندي الجدول هذا اللي هو development staging، راح نحكي عن هدول الرموز كل رمز ايش بيعني، وهذا كأنه مركز على الدكتور، احنا على وقتنا ما كان مطلوب بتذكر يعني، بس هلا راح نحكي ايش هم ونفسرهم. فهنا طلع انتبهوا انه في عندي انا single rooted tooth stage، هون عندي multi-rooted tooth stage. ايش الاختلاف بينهم؟ كلهم رح يكونوا بنفس الرموز، نفس الرموز اللي هون موجودة هنا، بس انه زيادة عندي بالmulti-rooted tooth stage رح يكون في عندي stage زيادة اللي هي الانيشال كلافت فورميشن. هلا رح نحكي شو هي، فنمشي فياتهم بالترتيب. اول واحدة لما يكون في عندي سي اي، لما اطلع اي يعني انيشال، فبلش عندي انيشال كاسب فورميشن اللي هو mineralization of the cusp tip has begun. بس هون انه بيكون في عندي كل كاسب تب لحالها، يعني لما نطلع على الصورة هون مثلا هيا كل كاسب تب لحال، لسه مش مشبوكين ببعض. اوكي، لما نروح اللي بعدها في عندي السي، هذه يعني كراون سي او اللي هو الكوليسنس اوف ذا كاسب، يعني التو كاسب تبس اللي بلش يطلع عندي هون هدول التنتين راح يندمجوا مع بعض ويعملوا لي تقريبا هيك اوتلاين لهدول الكاسب من فوق. تمام، فهون اللي هي الكوليسنس اوف ذا اوف كاسب mineralization center are beginning to unit، بصيروا هيك يلتحموا مع بعض، فبصير انه ببطل السن عبارة عن calcification units موزعين عن بعض، لا بصير كلياته سن واحد وبكمل بهذا الديفلوبمنت. بعدها بيجي عندي COC. شو يعني OC؟ يعني ال outline تبع الكسب is completed. ف OC outline of the cusp mineralized cusp outline is completed. تمام، فانتبهوا هون انه CO احنا بنحكي عن الكوليسنس اوف ذا كسب، اما الاو سي بحكي عن مينرلايزيشن تبع الكسب اوتلاين از كومبليتد. لما نطلع على الصوره هون
هذه الـ OC، كيف هيك الـ Outline صار واضح ونزلت هيك شوي لتحت للإكران، تمام. بعدها بيجي عندي شو اسمها كراون، شو اسمه يعني نص، بتكون انه هون نص الكراون از مينرالايزيشن از كومبليتد، يعني هذا عندي يا هذا المفروض يكون الكراون كامل، هذا الموجود هون، هون انا بهاي الحاله طالع عندي نص الكراون اكتمل تقريبا، اوكي. بعدها بيجي عندي اللي هي الكراون ثلاث ارباع، بتكون انه ثلاث ارباع اوف استيميتد كراون مينرالايزيشن از كومبليتد برضه، وهذه لحد هلا كل هذول الستيجز اللي حكناهم هون موجودين هون عند المالتي روتد والسنجل روتد. بعدها بيجي في عندي السي ار سي، هذه انه الكراون مينرالايزيشن از كومبليتد، هذه سي يعني كومبليتد، تمام. فالكراون مينرالايزيشن از كومبليتد بس الروت فورميشن هاز نوت بيجان، لسه ما بلش عندي الروت انه يتكون. هلا بعدها بيجي عندي الار، ببلش عندي ار اي، نفس هذه حكينا هنا سي اي يعني انيشال كاسب فورميشن، بالار اي يعني انيشال روت فورميشن. لما نطلع عليه هنا هاي هيك مبلش، هاي دول هيك الخطوط هاي اللي نازله هنا، هاي جزء من الروت راح تكون. بعدها بصير في عندي هاي الاختلاف، انه انا هون بالسنجل روت تيث ما بيكون في عندي فوركيشن اريا، فما في داعي اعمل هذه الكلفت اللي راح تكون موجوده. فبالسنجل روتد تيث ستيج ما في عندي هاي المرحله اللي هي الكلفت، فبالمالتي روتد بتكون عندي اللي هي انيشال كلفت فورميشن مينرالايزيشن فيزبل ان انتر راديكولار اريا. لما نطلع على الكلفت فورميشن هي المفروض تكون يعني بشكل اوضح، هون بتكون هيك، هون هيك منطقه زي الكلفت عشان تعطيني التو روتس، تمام. فهذه ممكن تنسأل عنها ان منو هدول الستيجز، بتكون موجوده بالمالتي روتد تيث ستيج بس مش موجوده بالسنجل روتد، هي بتكون هذه الكلافت فورميشن. ليش؟ لانه هذه عندي انا روت واحد راح يكمل بخطين، يعني ما في اشي يقسمهم عن بعض، بس بالمالتي روتد انا بحاجه اني اعمل اكثر من روت. بعدها بيجي عندي هذه الار، في عندي ربع ونص وثلث ارباع، اللي هي بتكون انه يعني كم حجم الروت اللي تكون لحد هلا، بكون عندي ربع اوف استيميتد روت فورميشن از كومبليتد، او انه يكون النص تقريبا طلع هون، لما طلع عليه تقريبا نص الروت تكون هون، عندي ثلاث ارباع الروت تكونت مقارنه بهذا الروت اللي الكومبليتد، اوكي. بعدين بنوصل للار سي، هذه الار سي اللي هي روت لينث كومبليتد، الايبكس ريمينز فانل شيبد. شو يعني فانل شيبد؟ يعني لساتها زي شو اسمه، بتكون هيك يعني مفتوحه زي المروحه، اوكي. بس يعني هون بكون خلص انه الروت وصل لللينث تبعه، بس هي الايبكس لساتها مفتوحه. فعندي هون بيجي عندي الاي، هذه الاي 1 هاف، اوكي، بتكون اللي هي الايبكس از يعني تقريبا نصها كلوزد، بس لسه في جزء منها مفتوح، اوكي. روت وولز ار بارلل، بتكون بهاي الحاله. اما الاي سي هون الابيكال كلوزر از كومبليتد، يعني هون خلص تكونت الابيكس، وهون السن كلياته صار جاهز، فيش اشي بعدها يعمله، يعني خلص الكراون اكتمل والروت اكتمل والابيكس سكرت، فما ضل في عندي اشي لهذا التوث. هلا التيبس فور دنتال ايج استيميشن، بعد ما اخذنا هاي الاشياء، هلا طبعا هذه الصور وهذا التفسيرات ما رح تلزمني كتير الا لما يكون في عندي انا صورة راديوغراف، عشان انا اكون شايفة ايش عم بصير عندي جوا البون. اما انا مثلا لو كان في عندي اورال كافيتي اكزامينيشن طبيعي، فانا ما بعرف، انا بس مبين عندي الكرام شو جوا العظم عم بصير، انا ما بعرف. فهنا اللي هي tips for dental age estimation the clinical and oral cast examination identify، انه ايش الاشياء اللي بتلزم اني انا احددها عشان احذر هذا العمر تبع هذا المريض. في عندي اول واحدة اللي هي the last tooth that has emerged according to the known sequence اللي هي minimum of the range، يعني انا هسه بالايج ما بقدر اجي احكي والله عمر المريض 10 سنين او 12 سنة ونص، ما في عندي رقم محدد، بيكون في عندي هي عبارة عن فترة، فانا هاي الفترة رح يكون لها طرفين، في عندي الرقم الصغير وفي عندي الرقم الكبير. الرقم الصغير رح يكون استنادا على شو؟ رح يكون بناء على اخر سن طلع عندي في الاورال كافيتي. فهنا the last tooth that has emerged according to the known sequence، يعني لازم اكون حافظة ترتيب الامرجنس تبع الاسنان اللي حكيناها بالبارت اللي قبل شو اسمه، يعني نكون حافظين هذا الترتيب عشان نقدر نحدد هون مين اخر سن طلع. وبعدها بيجي عندي اللي هو the next tooth to emerge according to the known sequence، هذا بيكون the maximum of the range، يعني احنا حكينا الرينج رح يكون في عندي رقم صغير ورح يكون في عندي رقم كبير. الرقم الصغير رح يكون للسن اخر واخر سن طلع عندي في الاورال كافيتي، والسن والرقم الكبير اللي هو رح يكون للسن اللي رح يطلع بعد هذا السن، تمام. فانا بحدد اخر سن طلع ورح اتنبأ بالسن اللي لازم يطلع بعده واحط العمر تبعه، فبطلع عندي انا هذا الرينج، تمام. فبعطي الرينج. هسا let's start with the cases important.
بنيجي على أول case. Estimate the dental age in a Jordanian child with the following teeth present. ال upper بتكون ال A B C D E 6 وال lower معطيني إنه اللي طالع عنده 1 B C D E 6. You have to memorize. حكينا هذاك ال inter arch يعني مش intra هي inter arch. أوكي ال inter arch اللي هي بتكون في عندي ال first molar وال mandibular central incisor. اوكي بعدين بيجي عندي الماكسيلري سنترال انسايزر بعدين مانديبولار لاترال انسايزر بعدين الماكسيلري بعدين ال... بعدين الماكسيلري لاترال وهذا الترتيب اللي حكيناه قبل تمام. فايش بيهمني من هذا الترتيب عشان انا اعرف ايش ترتيب هذول الاسنان من اخر سن طلع وشو السنه اللي ناوي يطلع بعده. فوي بوت ذا داتا ان كوادرانت. هذه اسهل طريقه انه احنا بنرتب الاسنان اللي طالعه عندي هيك ماشي مقابل بعض. انه انا في عندي بالابر طالع سنترال لساته برايمري بس تحت طالع عندي السنترال البيرمننت. اللاترال التنين لساتهم ببرايمري الكيناين لساتهم التنين برايمري الفيرست مولر والسكند مولر لسه برايمري واللي طالع عندي اللي هو الفيرست مولر. فمين من هذول منطقيا مين راح يكون اخر سن طلع؟ حيكون واحد من البيرمننت اكيد مش البرايمري. بس مين منهم بالذات راح نشوف بهذا الجدول. طلع بهذا الجدول صح انه المانديبولر والماكسيلري فيرست مولر مع المانديبولر سنترال انسايزر كلهم بيطلعوا بنفس الفتره بس بيكون في عندي اختلافات بيناتهم. واحد بيطلع قبل الثاني بهيك يعني كم يوم كم اسبوع هيك اشي. فالاول سن بيطلع هو المانديبولر 6 بعدين ماكسيلري 6 بعدين مانديبولر سنترال. فمين اخر سن طلع بهذا البيشنت بيكون اللي هو المانديبولر سنترال انسايزر تمام. فبدي احدده بعدين the next tooth to emerge حسب الجدول هنا او انه حسب الconsequences اللي انا بكون حافظيتها انه المانديبولار central incisor بيجي عندي بعدها ايش الماكسيلري central incisor. اوكي بعد المانديبولار central رح يجي عندي الماكسيلري central فبحدد برجع انا هنا هي للجدول انه last tooth to erupt هو المانديبولار central incisor بروح على العمر تبعه 6 و4 بالعشرة years and the next to erupt هو الماكسيلري سنترال انسايزر بحدد اللي هو 7 و18 years موجودة هنا تمام. فبحدد انه هدول هاي هيك الفترة وبعدين estimated the age ان انا بعملها على شكل فترة زمنية من 6.4 ل 7 و18% years. هذا الرينج اللي انا عملته. اصغر رقم بيكون لل last to erupt واكبر رقم بيكون لل next to erupt تمام. اوكي نكمل هلا. خلصنا اول كيس بدنا نروح للثانية. هلا الثانية فيها تفاصيل شوية اكتر. هناك هو السؤال حدد لي انه ايش الاشياءات اللي طالعة وما اعطاني صورة ولا اعطاني اشي. فهلا احنا رح ندرس الكيس هذه بيكون فيها صورة راديوغراف فرح ناخد فيها تفاصيل اكتر شوي. هلا بحكي لي هنا tips for dental age estimation. شو الاشياءات اللي انا لما يجيني بصورة يعني هو مش محدد لي بالسؤال زي السيكونس اللي اخذناها هون. هنا يعني نرجع هنا معطيني انا سيكونس جاهزه مش انا اللي حددتها انا بس عملتها بكوادرنت هيك فوق بعض عشان تسهل علي الحل. فهنا رح نحكي انه انا لما يجيني صوره زي هيك او انه كانت صوره اورال كافيتي عاديه مش راديوغراف كيف ايش الخطوات اللي انا بدي امشي عليها. اول اشي locate the midline and count the teeth. برسم اول اشي المدلاين بحدد انه هذا المدلاين تبع البيشنت وبعد الاسنان بمشي فيهم بالترتيب اوكي وبشوف مين برايمري مين بيرمننت وبحددهم على كوادرنت زي الطريقه اللي عملناهم هنا تمام عشان يعني زي كأنه أنا بدي أحول الصورة اللي موجودة عندي لرموز زي هيك تمام. فهذه أسهل طريقة. بعدها identify all deciduous and primary teeth. identify any abnormality يعني مثلا بتطلع أنا كان في عندي abnormality مثلا أعطيكم مثال يعني عندي في المانديبولر عندي second premolar على جهة اليمين أوكي بس على جهة الشمال مش طالع عندي. فهو المفروض أنه يكون إحنا حكينا أنه الجهة اللي على يعني اليمين واللفت لنفس السن بتكون نفس يعني بيكونوا ماشيين على نفس التسلسل. مثلا سكند بريمولر طلع عندي على جهة اليمين مانديبولر مفروض على جهة الشمال برضه يطلع. فلو كان في عندي مثلا abnormality انه واحد سن ميسنج او مثلا البيشنت خالعه ممكن فبكون انا عارف انه في عندي شوية abnormality الا فبقدر احددها يعني خلاص بنسى هاي الشغلة اللي على اللفت بس باخذ بعين الاعتبار انه خلاص انا عارف عندي سكند بريمولر طالع واللي على اللفت بيكون في عندي صاير فيه اشي اوكي. فممكن بس انه هاي الطريقة ما تزبط معنا اذا كانت عندي الابنورماليتي السيمتريكال يعني انا مثلا عندي بيشنت خلع سنه الـ هذا المانديبولر سكند بريمولر خلع الجهتين وخلص سكر الفراغ تبعه
فهنا انا بتصفي عندي يعني بدي اعرف ايش المشكله اللي صارت عندي بالضبط عشان اعرف احدد انه هذول الاسنان لسه بدهم يطلعوا طلعوا وانخلعوا ايش اللي صاير فيهم بالضبط. اوكي فبنحدد اني ابنورماليتيز. برضه شغله مهمه اللي هي سوبر نيوميراري تيث زي النيتل والنيو نيتل اللي حكينا عنهم قبل. اوكي ممكن كمان يكون في عندي سوبر نيوميراري تيث ثانيين، شو حتشوفوا في مساقات لقدام انه بيطلع عندي سن كامل زياده بيكون بيشبه السن الاصلي. فانا لازم اكون محدده والله من هاي الراديوغراف او من هذا البيشنت بالاورال كافيتي تبعته انه هذا سن طبيعي وهذا سن شاي سوبر نيومراري مش سن انا لازم اخذه بعين الاعتبار. اوكي بعدها هون بحكي انه ان راديوغراف اي راديوغرافيك اور البوست مورتم اكزامينيشن تشوز ديفلوبمنتال ايفنتس ذات كان بي نون فروم ذا بروفايدد تيبلز اند الشارت، يعني انه انا بدي اختار حدث عم بصير عندي بهذه الصوره يكون له شيء مقابل في الجدول، يعني بدي اختار سن يكون مثلا نص الروت موجود عنده لانه انا له قيمه، انا لما يكون في عندي الروت نصه مكتمل لها قيمه بالجدول كعمر معين، فانه هيك بتسهل علي الحل. For root completion, consider tooth about to have completed root, not tooth with completed root. يعني لما يكون في عندي أنا سنان بالراديوغراف واحد الروت تبعه بده يكتمل لسه ما اكتمل لساته بالفورميشن بالديفلوبمنت تبعه، وسن تاني عندي الروت تبعه اكتمل رح اختار اللي الروت تبعه لسه ما اكتمل لأنه اللي اكتمل ما بعرف أنا متى اكتمل تبعه، بس أنه اللي جاي اللي هو اللي عم يكتمل الروت تبعه فأنا قادر أحدد هو بأي مرحلة واصل طالما هو لسه ما اكتمل، فما بعرف أنه هو يعني خلاص بقدر أحدد أنه هذا إيش العمر تبعه. أوكي لأنه اللي جذره اكتمل أنا ما بعرف بأي عمر اكتمل الجذر تبعه. تمام take as many clues as you can then estimate the average age of all clues، يعني أنا بدي أخذ أدلة قد ما بقدر وبعدها بدي أجمعهم هيك مع بعض بقيم معينة عشان أحذر عمر البيشنت هذا شو. فهنا بهاي الكيس معطيني راديوغراف estimate the dental age of the following Jordanian boy، من الصورة إحنا عملنا هذا الترتيب حسب الأسنان اللي شايفينها هنا، مثلا عندي أنا السنترال واللاترال انسايزر upper ولور ما في فوقهم permanent teeth فمعناها هدول هم البيرمننت وحجمهم أصلا كبير. عندي بعدين هون مثلا في عندي هاي هون هذول بيرمننت هون في عندي بيرمننت معناها هذول كلهم برايمري. في عندي الفيرست مولر هون طالع اوكي في عندي لسه السكند مولر لساته مش طالع من العظم فهذا ما بعتبره بهادي ما بعده هون. اوكي هلا اول خطوه حكينا بنطلع الاسنان بنرتبهم على هذا الشكل، بعدين استميت ذا دنتال ايج اوف ذا فولوينج جوردانيان باي مين اللاست توث تو ايربت حسب يعني التسلسل تبعنا هو بيكون الماكسيلري لاترال انسايزر هذا تو. فبروح على الجدول وبختار العمر تبعه هاي لما نطلع هنا هو طالما معطيني شو اسمه محدد لي انه باي فباخذ يعني القيمه المحدده تبعته هون بنشوفها هيها بتكون 8.45. اوكي فهون لانه محدد لي انه ميل في عندي النكست توث ايربت اللي هو بيكون الماكسيلري فور حسب التسلسل هون لما اطلع عليها في عندي هون الماكسيلري لاترال بيجي بعدها الماكسيلري شو اسمها الماكسيلري فور فبدي اعرف انا ماكسيلري فور قد ايه عمره للميل بالذات فبروح هون بشوف الماكسيلري فور اللي هو بيكون 10.45. اوكي فهذا الرينج الاول اللي انا راح اعمله 10.45 ل 8 من 8.45 ل 10.45 هذا الفيرست استيميتد ايج رينج. بس طالما انا في عندي ايفيدنس تاني بالصوره يعني انا 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 يعني قادر اشوف الديفلوبمنتس الموجودين جوا العظم هنا فمعناها بقدر اصغر هذه الفتره بانه تكون يعني اطلع عندي رقم ادق لان انا في عندي كلوز تانيين غير عن الاسنان اللي بس طالعه بالاورال كافيتي. فرح هلا راح ناخذ انه كيف بدي استفيد من هدول الاسنان الموجودين جوا العظم اوكي عشان اصغر الرينج تبعت العمر. هون بحكي لي انه here the extra step when I have radiographic image بانه انا بدي اشوف هدول الاسنان اللي شو اسمه الاسنان اللي لساتها مش طالعه من الاورال كافيتي بس تقريبا عم تتكون بدي استعين فيها بان انا اصغر الرينج تبع الرينج تبع الايج. هون احنا حكينا انه لما يكون في عندي انا root completed وroot لساته بده يكتمل فبختار اللي بده يكتمل فعشان هيك غالبا انا ما راح اختار هذا اللي موجود هون الكيناين. تمام في عندي هذا بصفي اللور 5 اوكي مع السفن اللي هو السكند بري مولر مع المولر. تمام find other teeth that are still developing when you can estimate the age estimate the age from the crown formation or root formation the arrow and the picture above اليوم هذول الاسنان اللي حددناهم اوكي هذول اللي ممكن استعين فيهم هذا ما راح استعين فيه لانه تقريبا الروت تبعه عم يكتمل ف
فرح اخذ هدول التنين، واحد من هدول التنين. بس بحكي لي now what to choose the second premolar اللي هو الفايف هنا or the second molar السابع الموجود هون. I will choose the seven because if we have more than one tooth with incomplete root, choose the last tooth that has to crown, that has the crown formation or emerge. يعني لما يكون في عندي انا سنان التنين لساته الكراون تبعهم ما رح يكتمل، باخذ اخر سن المفروض يطلع بالتسلسل تبعي واللي هو رح يكون سكند مولر، اوكي، مش السكند بري مولر. فرح اعتمد على هذا السن. اوكي، لو نقرب الصوره شوي تشوفوا هنا في عندي طرف الفوركيشن عم يطلع، صح، هاي المنطقة هيك، هاي طرف الفوركيشن عم يطلع، فرح نعتمد برضو على هاي الخاصية بإني أنا أتنبأ بالأيج. كيف رح نستخدمها؟ اول اشي شايفين انه هذا احنا السن الكراون تبعه مكتمل، تمام، طالما طالع في عندي انا طرف الفوركيشن اريا اللي هون هادي معناها انا الروت مبلش يكتمل. فبدي اروح على هذا السن اللي هو اللور 7، بدي اعرف كم الوقت اللي يعني بيتطلب عشان يصير في عندي روت فورميشن. فراح ارجع لهاي الجداول اللي كان فيها انه الكراون كومبليشن ولا الامرجنس وروت كومبليتد وهيك عشان اعرف الروت تبع هذا اللور 7 كم سنه بده عشان يكتمل. ف you need to determine the time from the crown completion age to root completion age for lower 7 back to table اللي هي النون جوردانيان هذا موجود هنا. بتطلع على المانديبولر سكند مولر هاد، اوكي، بشوف. هلا احنا بنعرف ان الروت يعني الفتره تبعته من متى رح تكون، بعد ما يصير في عندي الكراون از كومبليتد لحد ما يصير في عندي روت كومبليشن، يعني بعد ما الكراون يكتمل. اوكي، هو طالما الكراون بيكتمل عندي بين السبع والثمان سنين والروت بيكتمل على ال 14 ل 15 سنه، فرح اخذ هاي الفتره. باخذ هنا افريج اللي هو للكراون كومبليشن بيطلع 7.5 سنوات، وللروت كومبليتد اللي هي بتكون 14.5، تمام. فهاي الفتره من 7.5 سنين لحد 14.5 سنه هاي الفتره اللي بيحتاجها هذا السن عشان يخلص الروت تبعه، تمام. ف يعني لو بدنا نطرحهم من بعض بيطلع 14.5 ناقص 7.5 بيطلع معانا 7 سنين الروت عشان الروت فورميشن. يعني انا عندي الكراون هذا اللور سكند مولر، تمام، على عمر 7.5 سنين تقريبا بيكون الكراون خلص، تمام، الكراون تبعه بيكون خلص. ببدأ أنا إيش في الروت فورميشن، كم بدي عشان الروت يخلص؟ بدي 7 سنين. هلا developing tooth لهذا اللور 7 حددنا هون أنا بدي 7 سنين عشان الروت تبعه يكتمل. developing tooth اللي هو اللور 7 complete الكراون is completed والفوركيشن is formed. لما أطلع على هذا الصورة هذا المجسم اللي عندي لما تشوفوا هذا لما يكون في عندي ربع الروت طالع بتكون عندي بلشت الفوركيشن area تبين. فأنا هون لما نقارنها بهذا السن فأنا تقريبا عندي حالة السن هذا نفس الستيج الموجودة هون، بين أنا في عندي الكراون كومبليتد بدأ عندي روت فورميشن والفوركيشن اريا بلشت تظهر. فعشان هيك بعرف إنه هذا الـ هذا الـ هذا الروت معناها ربعه اللي عم يطلع. فكيف بدي أنا أعرف ربع الروت كم بده ليطلع؟ عندي أنا حكينا الروت كله عشان يتكون بدي إله 7 سنين، صح؟ فعشان أنا أعرف طب أوكي 7 سنين عشان الروت كامل، طب ربع الروت قديه بده عشان يطلع؟ فبضرب أنا 7 بربع بيطلع معاي الرقم 1.75 year. هذا الـ هذا الـ هذا الرقم اللي هو الوقت اللي بيتطلبه هذا اللور 7 عشان يكون ربع الروت تبعه. يعني بس هاي هيك المنطقة هاي بدها سنة سنة تقريبا سنتين إلا عشان يتكون هذا الروت، أوكي. فهنا estimated dental age of the following Jordanian boy إنه root needs 7 years to develop زي اللي حسبناها من هذا الجدول، تمام. بعدها بدي أعرف إنه هون الروت مش كله طالع عندي بالحالة الموجودة بالصورة، طالع عندي بس الفوركيشن أريا اللي هي تقريبا ربع الروت، فبضرب أنا ربع بسبع سنين بطلع معاي إنه 1.75 year يعني required عشان يطلع عندي ربع هذا الروت، تمام. The estimated age based on the lower 7 بيكون إنه إحنا حكينا هايها هون، حكينا the crown is completed فهي هون اللي هي تقريبا 7.5 سنوات بيكون زائد العمر اللي طلبه عشان يطلع عندي هذا ربع الروت بجمعهم التنين مع بعض، فبصفي عندي اللي هي 7.5 زائد 1.75 بيطلع معاي اللي هي 9.25 year. اوكي، هذا العمر هاد، اوكي، هذا العمر اللي بيكون عنده البيشنت كون لسن بهذا الشكل اللي هو كراون مكتمل اللي اتطلب عندي شو اسمه 7.5 سنين زائد منطقة الفوركيشن اريا مع جزء من الروت اللي هو تقريبا ربع الروت احتاجت 1.75 year.
فجمعتهم مع بعض أعطوني شو 29 years old. تمام، هسا لو بدي أنا أجمعهم مع بعض مع الـ مع الـ مع المرحلة اللي حكيناها فوق، بدي أعمل الرينج مرة تانية بشكل أدق وأصغر الفترة تبعته. بنرجع للستيب الأولى، حكينا إنه اللاست توث إيربت إيش هو؟ الماكزيلاري لاترال إنسايزر، وكم العمر تبعه اللي هو 8.45، وللنكست توث إيربت اللي هو ماندبيلر 4 ماندبيلر فيرست بريمولر بيكون 10.45 years. اوكي، من وين جبنا هدلاك الارقام؟ زي ما حكينا كمان مره اللي هي من جدول اللي بيكون محدد لي انه فيه ميلز، لانه هو حكى لي انه هذا بوي. تمام، so from the teeth erupted the, from teeth erupted يعني الاسنان اللي طالعه، لما اعتمد انا بس على الاسنان اللي طلعت من ال, من ال, من الجنجيفا بت, من ال, من الجم بتكون الرينج عندي هالقد. ومن لما اعتمدت على developing tooth يعني الاشياء لسه اللي موجوده تحت العظم ورحت على كلوز ادق، طلع عندي الايج اللي هو 9.25 years. فعشان هيك عم بدي اجمعهم الثلاثه هذول الثلاث ارقام بقيمه واحده، شو بدي يطلع عندي؟ باخذ رينج لهذول الاثنين اللي هنا، فبيطلع عندي الرقم بتكون 9.45. اوكي، اند هذه هيك قسمتها على اثنين طلع معي هذا الرقم. فبعدين شو بدي اعمل؟ هاد مع هاد بحطهم برينج واحد، فبيطلع معادي هاي هذا العمر. فاحنا نزلنا من هذه الرينج اللي كان بيناتهم تقريبا فرق سنتين لرينج اصغر، صار الفرق بيناتهم بس تقريبا يعني 20% بالسنين. اوكي، فهذه هون صارت عندي المرحله ادق. نرجع نعيد بالضبط ايش الاشياء اللي عملناها. هلا احنا هون حكينا في عندي حسب ايش المعطيات اللي عندي انا بقدر اوصل لايج معين بشكل ادق او انه بعطي وايد رينج. فهون احنا حسب الصوره حكينا انه باول ترتيب عنا اعتمدنا على اساس بس الاسنان اللي عم تطلع طلعت من الـ من الـ من الـ من الجم يعني باين عندي في الاورال كافيتي، فرتبناهم بهذا الترتيب. حددنا مين اخر سن طلع اللي هو الماكسيلاري لاترال انسايزر، ومين السن اللي راح يطلع بعده اللي هو شو اسمه الماكسيلاري 4. تمام، وعملت هذه الرينج. اوكي، بس انا طالما في عندي صوره راديوغراف وعندي ديفلوبمنتال ايفنتس ثانيين موجودين جوا العظم، فانا يعني بقدر استعين فيهم عشان اصغر الرينج تبعه ويطلع بشكل ادق، واعطي يعني عمر كتير قريب من عمر المريض الاصلي. تمام، ما اعطيها رينج كتير كبيره. فايش الاشي اللي راح اعتمد عليه؟ راح اشوف اشي من هدول الاسنان اللي عم تتكون. اوكي، حكينا لما يكون في عندي انا اسنان الروت تبعها يعني تقريبا اكتمل ما باخذهم، باخذ الاسنان اللي لسه الروت تبعها بده يكتمل. فاللي صفى عندي اللي هم هذول الماندبيلر سكند بريمولر والماندبيلر سكند مولر. تمام، فمين بدي اختار بناتهم؟ حكينا بنختار اخر سن ممكن يطلع اللي هو الماندبيلر سكند مولر. لما نطلع الماندبيلر سكند مولر لاحظنا انه في عندي الفوركيشن اريا عم بتبين بهاي المرحله. فلما اقارنها بالدياجرام اللي موجود تحت اللي هو هذا، لما اقارنها هون بلاحظ انه هذه الصوره زي كانها بتطابق الصوره الموجوده عندي في الراديوغراف، فبتنبأ انا انه هذه تقريبا عندي ربع الروت تكون. طيب انا كيف بدي اعرف الروت تبع هذا سكند مولر قد ايه بده ليكتمل؟ بروح بشوف انه انا من الوقت اللي صار في عندي كراون كومبليشن لحد الروت كومبليشن هاي الفتره اللي بيناتهم كلياتها رح تكون عشان الروت فورميشن. فباخذ هنا افريج اخذتها 7.5، هنا 14.5، طرحتهم من بعض طلع معي 7 سنين اللي هي هذه الفتره اللي بتلزم عشان الروت يكتمل كلياته. بعدها شو عملت؟ حكينا هنا انه انا في عندي بالصوره ربع الروت اللي متكون بس مش كل الروت، فبضرب الرقم اللي طلع معي 7 years بربع. اوكي، فبيطلع معي الرقم هذا اللي هو 1.75 year. بعدها وين وصلنا؟ هنا حكينا انه في عندي بالكراون كومبليشن هون انه انا بدي يصير 7.5 سنوات. اوكي، زائد ال 1.75 years عشان الربع روت هذا اللي تكون، بيطلع معاي الرقم هذا اللي هو 9.25. هذا اول عمر. هلا بدي ارجع انا بفطاله مع كان في عندي بالفيرست ستيب افريج تاني اللي هو حسب التوث اللي ايربتد اللي هم 8.45 years وال 10.45 years برضه، فباخد لهم هون اللي هو الأفرج تبعهم طلع معاي اللي هو 9.45. بعدين عملت رينج من اعتمادا على الديفلوبينج توث اللي هو 9.25، واعتمادا على التوث ذات إربتد بيطلع معاي اللي هو 9.45%.
بس معهم اتنين مع بعض، فطلع عندي هذا الرينج. بالامتحان لازم كتير تنتبهوا انه pay attention to the question of the size child اللي هي or boy girl to know which table to use. حكينا لان انا في عندي باول كيس اخذناها باللي كانت هون هذا الكيس الاولى، هون ما كان محدد لي هذا شو اسمها boy girl هيك اشي، فانا عشان هيك اخذت الاشي اللي بيكون هنا انه يعني الميكس جندر او كومباين جندر. بس بالكيس الثانية بهاي الحالة حدد لي انه هو boy اوكي جوردانيان بوي، فعشان هيك انا اخذت هذا القيم الموجودة بهذا الجدول. وكمان الاشياء لازم ديروا بالكم عليها، احفظوا الانتر والانترا ارتش اوكي، اعرفوا انه انتوا ايش 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 الترتيب اللي بدكم اياه. برضو كمان هذا الدايجرام برضو هيك افهموا هون، افهموا كيف طلعنا الفترة اللي بيحتاجها الروت عشان يكتمل، او كيف بعدين انه ضربناها عشان اطلع ان الربع الروت قد ايه بده عشان يطلع. بس هيك يعني هيك خلص ان شاء الله ممكن خلصنا المحاضرة. اي اشي بتحتاجوا او في اشي مو فاهمينه زي ما حكيت لكم تقدروا تبعتوا لي، وان شاء الله تكون يعني كل الامور توضحت عندكم وفهمتوا كل الاشياء الموجودة في المحاضرة. بالتوفيق لكم بالامتحان ويعطيكم العافية.